اذكر ثلاث هدايا بس هذا وشو؟ عمر. اوه السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايكم بحلقة ارك من سلسلة كريستال ارك جديدة. اليوم بسوي اشياء كثيرة، اوكي؟ قاعد ادور يعني لي نص ساعة تقريبا ادور جيجا، فلقيت هذا الجيجا لكن ميل اللي هو ذكر. انا ابغى انثى عشان اجيب للبيت وازوج الجيجا الذكر والانثى، وراح نزوج الركسات اللي عندي، واحتمال اني اروض كم واحد اذا لقيت قدامي. اعتذر ان الحلقات مو طويله، لكن ان شاء الله هذه الحلقه تكون طويله، ما ادري كم بتكون، احتمال تكون 20 دقيقه هالحدود، اذا كانت اقل انا اعتذر، ما احب احط تفاصيل الزايده. فقبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، وباذن الله بنزل ارك في اقرب وقت. لكن كانت عندي مشاكل اليومين اللي راحت بعد ما صورت، اقسم بالله جتني فيها مشاكل ما شفتها اللعبه، فاعتذر على هذا الشيء اني تاخرت حتى في التصوير، واحتمال اني اتاخر عليكم المقطع. حاليا بقعد ادور جيجا مره ثانيه غير هذا، لان هذا مثل ما قلت لكم انه ميل، فبدور في ميل عشان اروضه، وبيطول الترويض حقه. والله دورت صراحه، دورت فتره طويله وانا ادور، لكن ان شاء الله بنلقى بعد شوي. ما لقيت اللي قبل شوي الميل، فبلقى في ميل في اقرب وقت باذن الله. ما امداني اقول لكم ان ثواني وراجع لكم، اقسم بالله على طول لقيته. شوف كيف هذا هو. لا لا لا، ما تقتلونه ما تقتلونه ما تقتلونه ما تقتلونه. لا ما طقني انا، ما طقني انا، انا فاز معك، فاز معك يا ابن الحلال، انا فاز معه وطقني طق اعوذ بالله. انا ابغاه ينهيه. اوكي كم هي للجيجا؟ والله هي 4000، بس انه يقدر عليه صح؟ يابا يابا قاعد ينهيه، باقي من هيله 3000. اوكي حلو، ترى طقه. لا هشو، الحمد لله امورنا طيبه. حاليا هيله 2000، بشوف هل بيجينا حيوانات ثانيه. اذا جاها حيوانات ثانيه راح افزع معه. صراحة ما ابغاه اتوقع اني يمديني اروضه من هنا. ايوه جبته من هنا. اوكي هذه الطلقات ليش ما تجي؟ طيب خلونا نشيل السلاح، بنوقف هنا. يا شيل المطر، والله العظيم وقتك غلط يا مطر. نحاول نجيبه مع ان المكان بعيد مره. هذوك طق. لا تكفى لا تقول، كلوا اكل. تكفى لا، والله شكلهم طقوه، والله شكلهم طقوه. شوفوا اربع من ذولي طقوه طق اعوذ بالله. لا تكفى، راح الجيجا اللي ندور قبل شوي. سبحان الله، يا الله يا الله. انا وش اسوي الحين؟ بقعد نص ساعه ادور مره ثانيه؟ شويه تراجع لكم جيجا ثانيه. الله ياخذ بيس الحارس، حظنا مخيس يوم جينا نصور. ليه؟ طيب حاليا عندنا هذا الريكس ليفل 290، وينه؟ اي هذا جوراسيك بارك. يبغى لنا نروضه، يبغى لنا، فالمشكله انه بيطول مره. انا بكون فوق شوي عشان ما يديه يلعب فينا لعب. انا ابغى اشوفه. طيب الحين شلون؟ يبغى لي اكون هنا، انا ما ادري يمديني اجيب من هنا. ايوه جبته والله. اوكي قاعد تروض على خفيف، بس اني ما اشوف شيء. يبغالي اغير لهذا واروح فوق شوي واكون ورا عشان يمديني اطلق عليه بدون ما يجيني. انا ما ادري اصلا اني يمديني يجيني، لاني ما قد طورت او ما روضت ابدا اللي هو الركسات. لكن كم وصل؟ 22000. حلو حلو حلو. لو كنا فوق هذا. علقت اللعبه. هو دايخ ما يدري وين اوه قاعد يتضارب. حلو لا 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 تكفى لا 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 لا. جريفن حقي فولو 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 فولو. تكفى اخر عني جريفن. تكفى تكفى. لا لا خش واحد ثالث. اوف تعال تعال تعال، الله ياخذ راسك. تعال تعال لاند، لا تقعد تهوي علينا، خلنا نركب. ساتر. لا 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 لا، بيتحكم فيه بيتحكم فيه بيتحكم فيه. لا بيتحكم فيه. تعال 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 تعال. فولو مي فولو مي فولو مي فولو مي. تكفى فولو مي. تكفى تكفى تعال. تكفى تعال. يو والله راح هيله، راح هيله المسكين. يا ساتر شوفوا شوفوا، والله باقي له شوي. أول مرة أروض وحاسس إني جايب أم العيد.
بغى يروح الجريفن حقي. اعوذ بالله والله انه ما يمزح. خلك لا تجي ولا شيء. انا اشوف انا صراحه خايف منه والله اني خايف. اول مره شكلها اول مره واخر مره. اعوذ بالله انا شلون اشوف انا انت راسك. باقي لي 10000 يا عيال، باقي لي 10000. تصدقون على 10000 هذه بديني اجيب شوف كوكيد ميت راو ميت. يبغانا ذبح حيوانات. اجل تقول غباء مني اني ما جبت ولا شيء. يعطينا راو ميت 200. حلو حلو حلو. الحين نرجع الريكس وين هذا هو. يقول راو ميت 20 بس فكويس شوي. باقي له 8000 تقريبا او 7000. الحق 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 ارقى شوي. اوكي اخيرا اخيرا والله. شكرا يا ريفلكس على السلاح الخرافي. شكرا مره. وقف ذا هنا شوي نعطيه الفود. لا تجي بعيد يا خوي. وكان يبغى رو ميت صح. اوه هنا اتوقع داخل ذا. اي هذا هو. نجي هنا ونعطيه الرو ميت. اتوقع انه كان يبغى بس 20 ف يب حلو. افكتيفنس اوكي. خلنا ننتظره الى ما يخلص التيمينج، بعدها ناخذه بهذه الاشياء اللي عندنا معنا كثير. فلو نسوي كذا لا، فبعدها نشيله في هذا الشيء. مثل ما تشوفون الحين تيمينج 5.2. يقول ليش تروض ريكس وانت عندك ريكسات؟ لان اول شيء اني ابغى اتعلم على سالفه الترويض وما ترويض. ثاني شيء اني لقيته في طريقي وقلت لازم اروضه. بيكون جزء بسيط من المقطع عشان المقطع يكون ممتع. ترويض كم شيء وبعدها نروض الجيجا. يا ساتر شو هذا الحيوان قاعد يهاجمنا قبل شوي وانا ما انتبهت. طالع برا اللعبه فجاه ناظره قاعد يهاجم. ايش فيه؟ ما ادري ايش قاعد يهاجمنا. ما سوينا له شيء بس النجاء كذا يتحرش. ساتر والله ما خلانا في حالنا. تو تكسر دروعي والحين هذا خرب علي التيمين قبل شوي. ما خلانا تهنى وانا اشوف هذا يتروض وما ادري اصلا ايش يبغى. ايه ليش تلمس؟ ليش؟ هي لك اربعه تعال. جاي هايط. ما خلانا نشوف الريكس وهو تيمينج او يتيم كويس. وصل 20% وانا ما انتبهت له. طبعا انا تسلحت مثل ما تشوفون ملابس ما فيه كل شيء راح بعد الهجمه هذيك حقت الريكس علي. طقني طقه اعوذ بالله. دروعي كلها تكسرت مثل ما تشوفون. بس انه يمديني اسوي لها ريبير. اذا رحت البيت سويت لها ريبير ان شاء الله. جو حيوانات كثير يهاجمون يجون يهاجمون يمشون ما ادري شو وضع. لكن الحمد لله اني منتبه. الحمد لله اني قاعد عنده. كان ودي صراحه اني اخليه جوا هذا بس ما يمديني استخدمه اني انحاش فيه زي كذا. فيبغى لها ناركوتيك وسمبل رايفل امو. الناركوتيك اتوقع ان احمد اعطانا 2000 ناركوتيك اوكي كهديه واعطانا الجيجا الخرافي ذا. فانا ودي اجيب جيجا ثاني عشان نزاوجهم ونكون لنا جيش برا خرافي كون داعس مع العيال. فيبغى لي حيوانات كثير صراحه لكن مع الحلقات باذن الله مو بتدعينا يعني. فسلكوا شوف 99. يلا يلا بسرعه. اوكي يوم الريكس حقنا حلو. طيب الجيجا هذا حقنا ميل مثل ما قلت لكم. طيب هذا الفخ اوكي راح نتعلم الحين بعدين نسوي واحد. اوه سهل مره. فبسوي اثنين عشان الجيجا. اذا لقينا جيجا راح نسكر عليها بالاطراف. بسوي زي حركة ياسر اللي سواها. فما ادري هل هي الحركة الكويسة ولا لا. وثاني شيء اللحم هذا اللي كان معي اللي هو هذا اوكي راو برايم ميت. المفروض اني استخدمه يوم جيت اطور او اروض الريكس لكن للاسف ما استخدمته ما انتبهت. له وقت معين يروح ما ادري شلون نظامه. الجيجا ياكل منه 4 فلازم القى جيجا قبل ما تروح هذه. فيبغانا نسوي بسريع. اتوقع هنا ترابس هذا نسوي منه. طيب خلينا نسوي واحد اول شيء. والله ما ودي اطلق عليه عشان اخلص السلاح عليه. مثل ما تشوفون السلاح بعد باقي فيه نص تقريبا. اشغلتنا يمين بالله اشغلتنا. ما اقدر اتحرك مكاني يا ساتر. يلا يلا موت 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 موت. لا تقعد تشغلنا موت. اوكي معنا الراب روي ميت وكل شيء الحين معنا. وانت بعد تراك شغلتنا تعال. تايت ليش؟ تايت ليش؟ 900 فنجيب الخشب نحطه هنا نسوي لايت فاير. اوكي شوفوا قاعد يطبخ عندنا حديد الحين. فاللي بيسويه الحين ما معنا كل الاغراض. اوه هذا يبغى 9 هذا يبغى 21
هذا يبغى 19. هذا هو اللي اقول لكم ناركوتيك. فانه ايش قلنا؟ فسيمبل رايفل امو كيف اسويه؟ نصلح اول شغله اللي هي الدرع هذا. شوف التوتال معنا الحين 63، فيمدينا نسوي ريبير كل اغراضنا. اتوقع ان يمدينا نسوي ريبير بسميثي، اتوقع خلينا نشوف. ايوه بسميثي، فنسوي ريبير هذا الشيء. نسوي لا لازم يخلص اتوقع، وعندنا كل اغراض جاهزه 90 حديد معنا. اوكي لقيناك قدامنا، بس شوفوا كم الليفل، مره الليفل قليل 40، بس راح نجيبها، لان افضل شيء انك بس تزوج، اذا زوجتم خلاص. فما يهمني حاليا الليفل، فراح نروض هذا الجيجا. لكن حاليا انا ما ادري احط له سالفه الافخاخ ولا لا. راح نحط ترابين هنا، هذا الاول وهذا الثاني. لا 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 لا، تعال 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 يا ابن الحلال تعال، بموت. لا تكفى لا تكفى، لا الجيجا حقي جيجا، لازم لازم ارسبن، انا جبت ام العيد، غباء مني. بسرعه بسرعه بسرعه، فيا ان نلحق يا خلاص. جي 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 لهذا حقنا جريفن. غباء مني اني منزله كذا، غباء غباء مني مره. لكن ما ينفع الندم. هذا جثتي، هذا هو هذا هو هذا هو. فولو فولو مي فولو مي فولو مي، تعال 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 يا ابن حلال تعال. الحمد لله انه ما مات، الحمد لله. نشب 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 يا عيال، يا لبيه نشب. لا 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 ما نشب ما نشب، امزح ما نشب. تروض تروض، ثواني ثواني. انت تعال 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 تعال، انت هنا خن نشيلك. بغى ينكبنا وما استخدمنا اصلا تراب، فكويس. طيب هذا ليش مات مكان خايس؟ الله يعطيه العافيه. مدينا شيل جثته؟ ما اتوقع اني مدينا شيل جثته صح؟ طيب خلنا نحط اللحم هذا، اتوقع انه يكفيه. هنا لا لا لا، حطيت ارمر انا بالغلط. وش ذا الارمر حقنا؟ يبغانا نصلح مره ثانيه الله يعطينا العافيه، لان جلدنا فيه. فحاليا اول ما يتروض راح ارجع لكم. روضنا الجيجا الحين. هذا مات هذا ولا ايش؟ وش ذا؟ ما يطلق في هذا المويه؟ ليش ما يطلق في المويه؟ وش صار له؟ مات في البحر ذا ولا ايش؟ بروح له بروح له بالجريفن. دايم العياد لعبتنا، دايم دايم شكله روح المسافر. الجيجا حقنا ما ادري ايش صار، غاص اذا دخل مويه ما يمدينا نجيبه، ما يمدينا نسحبه. وش ذا؟ ليه؟ ليش مات في المويه؟ او ليش تروض في المويه؟ ليش انا ما انتبهت اصلا انه باقي له شويه يتروض؟ كل ذي الاسئله كذا تجي في بالي، بس ما ادري، جد ما ادري. راح ايش في الجلتش؟ خرش ام ام. هي ايش فيه؟ لقينا جيجا، لكن هذا المشكله اتوقع انه بيهجم علينا. فايش رايكم نروض اثنينهم؟ ولا روض جيجا قبل؟ انا والله العظيم اني خايف ان هذا الحيوان يهجم على جيجا، ما تهجم علي. ايش؟ طيب هذا هو الجيجا قاعد يطاق مع اي حد الحيوانات، وفي ميل فكويس بسم الله. ايوه تهاوي تكفى. اوكي اوكي اوكي، تونا بادين بسم الله. هذا ايش في قاعد يهايط على الناس؟ يهايط على الحيوانات ولا طلقه؟ حلو حلو، ايوه تهاوش تهاوش تهاوش، بس يبغاله يقتلهم قبل ما يقتلونه. خلاص بيتروض الحين. لا 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 بيشيلونه، ابغاه يتروض قبل ما يموت. ايوه ايوه ايوه، لازم اهجم عليهم. امه وصلت على موتة جريفن حقي. حسبي الله عليكم يا شيخ، حسبي الله عليكم، الله لا يوفقكم. الحلقة الجاية شكله بيكون فيها جريفن، فيها اشياء ما ادري شو بيصير. انا حاليا بوقف، ضاق صدري الحين. الجيجا اكلوه اللي روضته، ما ادري شو اسوي انا. جيجا اثنين كلهم راحوا فيها. انا دايم لازم اجيب معي اي احد، لازم 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 لازم. اوكي الحين جهزنا البترودون، راح نسميه كالعادة سداح. بسم الله، يبغى لنا السدل حقه صح؟ تردون سدل، اوكي. احتاج لنا هذه الاشياء، طيب اتوقع يمدينا نسوي واحد. اوكي، هذا السداح ليفله 240،
اتوقع انه افضل من اللي كان عندي قبلها. ونضغط عليه اي ونحط الصدر حقه. وين الصدر؟ حاليا يمدينا نسوي كذا. خليه قاعد. اوكي. كم جتني من هديه انا؟ اذكر ثلاث هدايا بس هذا وشو؟ عمر. اوه هدية جديدة. شكرا عمر، والله توني انتبه لها. يبغالي انظف المنطقة، والله يبغالي انظفها. شكرا عمر على الهدية. والله العظيم كنت محتاج الرصاص. اقسم بالله كنت محتاج. هذا 461%. اوكي. هذه سيمبل بوليت. اوكي. وهذا الشعر هيومن هير. وهذا سباي جلاسز، نفس اللي معي. فالله يعطيك العافية يا عمر. والله شكرا، شكرا جزيلا. هدايا ما نوقف هدايا. الله شكرا. واحد كتب لي في تويتر، شكرا له، علمني شو اسوي في الحلقه. اوكي، مع اني مصور الحلقه من زمان، بس يعني مصور الحلقه من امس وبكملها اليوم، لكن اعطاني اقتراحات. يقول اعطاك عمر هديه، هذا اول شيء. ثاني شيء يقول طول الحلقه زي الشباب، سيرفر 40 الى 30 دقيقه. شكرا لك، بس انا ما اقدر اطول الحلقه. اول شيء الرفع عندي بطيء مره، جدا 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 بطيء. ثاني شيء ما في شيء اشياء كثيره اسويها، فقاعد اسوي حبه حبه حبه. ادري اني قاعد اطفشكم بهذا الشيء، والنشاوى قاعد يسبقوني، بس قاعد اتعود على اللعبه. والله العظيم ما اقدر، انا كذا مخي معلق من الاشياء حقت سرفايفل، ما من زمان ما لعبت الاشياء سرفايفل. فعشان كذا قلت خلي الحلقات 10 دقائق 15 دقيقه بهالحدود. روض الحلقه الجايه اي ديناصور مفترس ذكر وانثى وانت راكب الجريفن، وراح يصير ليفله فوق 200. الترويض روضت ريكس وروضت 2 جيجا، الجيجا كلهم راحوا، الجريفن حقي راح. يبغانا نروض جريفن جديد. يقول حط صوره عشان تحمي نفسك وكبر منطقتك. هذا الشيء اللي قاعد تسويه، قاعد انظف المنطقه مثل ما تشوفون قبل شوي. يقول ناني مهمه جدا لانها تهتم بالصغار، عطى عسل، قل واحد من الشباب عطها لحم وتوت وتهتم كل الصغار، خلها عندهم وبس، واسحب عليها ما تشتغل الا بالعسل وشكرا. يبغانا نشوف ايش الناني. الناني تحتاج ترى العسل له هدايات، قل لاي شخص يعلم كان عسل. يبغانا نجيب عسل، هذا مستحيل في هذه الحلقة. الناني تحتاج شعر، بس اعطاك عمر هدية فيها شعر. اوكي، زي ما شفنا 50 شعر اللي هو شعر الانسان. واذا ما كفى سوي مقص وحلق نفسك. اوه يبغانا نشوف الناني. خلينا نروح انجرامز نشوف ناني. هذه خلينا نتعلمها وسوي لنا واحدة. يب سوي لنا ناني واحدة، بس ما راح نخليها الحين، يعني جاهزة واحدة. اوه يبغى لك مينتنج بيس. وعموما هنركب. انا ما ادري ايش في البتردون كذا متحمس. والله شكرا على الهدايا يا شباب، الله يعطيكم الف عافيه، قسم بالله جد. يبغالنا الحين تصدقوني يبغالنا مكان نروض فيه الجيجا، بس بندور جيجا انثى ونتاكد ان معنا الاشياء هذه. يب معنا، فنسوي منها واحده. تعال تعال يا ابن حلال، تعال 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 يا ابن حلال. توني مروض كشيخ. ترويض بتردون مره ثانيه، الله يعيننا. اقسم بالله ما ادري متى بخلص. طبعا رحت بعيد مره، بعيد 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 عشان القى بتردون ليفل كويس. الباقيات اللي القاهم قدامي ليفل 40 30 50 90، فقلت لازم القى بتردون ليفل كويس. هذا ليفل 180، هذا ليفل 190، فبروض واحد ما راح اخذ اثنين. لحظه، هذا وشو في ميل؟ هذا ميل. اوه صدقوا ما احتاجه، بس خلاص هو تروض، فخلنا نعطيه اللحم. هنا نضغط إيه، نعطيه هذا الأكل. لحظة، كم يحتاج هو عشان تروض؟ ما يحتاج كثير تصدقون. خلنا نعطيه هنا، خلنا نسوي سبلت، وهذا نعطيه بعد، وكلهم بشيلهم. ما أدري ليش كذا بروض اثنين، بس إذا راح عليه واحد يكون جاهز الثاني، فهمتوا؟ نعطي هذا اللحم، وكلهم إن شاء الله بيتروضون في أسرع وقت. هذا وصل 59، هذا توه صفر، بس انه بيقوموا مع بعض ان شاء الله. غالبا اني بنهي الحلقه على كذا، لاني اقسم بالله العظيم لو تدرون ايش قد المعاناه ذي اللي عانيتها عشان بس احاول اني اروض الجيجا، ما قدرت. الجريفر راح علي، الجيجا روضته مرتين وكلها بات بالفشل صراحه. اخلص ترويض فجاه القى ميت، ف هات روض لي ولا ايش؟ امشي امشي بس. هطلقت عليه بالسهم بالغلط والله، حسابه السهم اللي انطلق عليه. هذا كم راح؟ هذا اتوقع بيخلص على طول لانه يحتاج بس اثنين لحم، ف 50 50 تقريبا خلاص. بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع يعجبكم. ادري 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 ان الحلقه ما كانت ذاك اللي واو، بس لو تدرون قديش اخذت وقت مني، اقسم بالله العظيم انه اخذت وقت طويل مره مره. كل ما جيت بسوي شيء يخرب الشيء. هذا حلقه نسميها ترويض الريكس وهدايا ومحاولات فاشله، كل شيء كل شيء سويناه. فبس اشوفكم على خير، سلام.